من جانبه دعا قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لتعزيز الوحدة والتضامن والأخوة بين الجميع حتى نتمكن من مواجهة تحديات القرن 21 وتحديات المستقبل القريب بشجاعة. وقال قداسته إن هناك العديد من التحديات المشتركة التي تواجه المسلمين والمسيحيين والتي هي مصدر للعديد من التحديات الأخرى ومن بينها الأزمة البيئية. السلام عليكم. أحييكم تحية حارة وأسأل الله تعالى أن يملأ كل واحد منكم بسلامة. أنتم الذين تريدون أن تعملوا على تعزيز المصالحة لتجنب الانقسامات والصراعات في الجماعات الإسلامية. أنتم الذين ترون في التطرف خطرا يفسد الدين الحقيقي. وأنتم الذين تهتمون لإزالة التفسيرات الخاطئة التي تسيء من خلال العنف فهم المعتقد الديني وتستغله وتلحق به الضرر. ليحل عليكم السلام وليبقى معكم. أنتم الذين تريدون نشر السلام فتغرسون في القلوب قيم الاحترام والتسامح والاعتدال. لينزل عليكم السلام. أنتم الذين تعتزمون تشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة مع كل الذين مثلي يعتقدون عقيدة دينية مختلفة. أنتم الذين تريدون تعزيز التربية الأخلاقية والذهنية لدى الشباب التي تتناقض مع جميع أشكال الكراهية وعدم التسامح. عليكم جميعا السلام. الله هو ينبوع السلام فليمنحنا أن نكون قنوات سلامية في كل مكان. وأود أن أكرر أمامكم أن إله السلام لا يقود أبدا إلى الحرب ولا يحرض أبدا على الكراهية ولا يؤيد العنف أبدا. ونحن المؤمنون به مدعوون إلى تعزيز السلام بطرق السلام مثل اللقاء والمفاوضات الصابرة والحوار والتي هي أكسجين العيش المشترك. ومن بين الأهداف التي اقترحتموها نشر ثقافة السلام المؤسس على العدل. وأود أن أقول لكم أن هذا هو الطريق بل ربما الطريق الوحيد بما أن السلام هو عمل العدل فهو ينبع من الأخوة وينمو بمقاومة الظلم وعدم المساواة ويبنى بالتظافر وتشابك الأيدي. ولا يمكن إعلام السلام فقط بل يجب ترسيخه وهذا ممكن بإزالة عدم المساواة والتمييز اللذين يولدان عدم الاستقرار والعداء. أشكركم على التزامكم في هذا الاتجاه وكذلك على ترحيبكم بي وعلى الكلمات التي قدمتموها. وقد جئت إليكم مؤمنا كمؤمن بالله وأخ وحاج سلام. جئت إليكم لنسير معا بروح فرانسيس الأسيزي الذي اعتاد أن يقول السلام الذي تنادون به بفمكم ليكن وافرا في قلوبكم. لقد تأثرت بأن أرى أن هذه العادة في البلاد هي الترحيب بالضيف ليس فقط بمصافحة اليدين بل أيضا بوضع اليد على القلب علامة على المودة كأنك تقول إنك لست بعيدا عني بل أنت في قلبي وفي حياتي. وأنا أيضا سأضع يدي على قلبي باحترام وحب فيما أنظر إلى كل واحد منكم وأبارك الله العلي لإتاحة الفرصة لنلتقي معا. وأعتقد أننا بحاجة دائما إلى المزيد من اللقاءات مع بعضنا البعض ولنتعرف على بعضنا البعض ولنود بعضنا البعض ولنقدم الواقع على الأفكار والناس والآراء والانفتاح على السماء قبل المسافات على الأرض ولنقدم مستقبل الأخوة على ماض من العداء ولنتغلب على الأحكام المسبقة وسوء الفهم وسوء فهم الآخر و
كيف يتمكن المؤمنون من مختلف الديانات والثقافات من العيش معا والترحيب واحترام بعضهم بعضا إذا بقيوا غرباء عن بعضهم البعض. لنسترشد بقول الإمام علي: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولنشعر بأننا مدعوون لرعاية كل من وضعهم المخطط الإلهي بالقرب منا في العالم. لنحث أنفسنا على أن ننسى الماضي وندرب أنفسنا بصدق على أن نفهم بعضنا بعضا، ولننشر ونعزز معا العدالة الاجتماعية والقيم الإخلاقية والسلام والحرية لجميع الناس. هذه واجبات تقع على عاتقنا نحن القادة الدينيين أمام إنسانية جريحة وممزقة بشكل متزايد، والتي تتنفس بضيق وخوف تحت ستار العولمة. يجب أن تكون المعتقدات الكبرى هي القلب الذي يوحد أعضاء الجسد، والنفس التي تمنح الأمل والحياة لتطلعاتنا نحو العلا. تكلمت في خلال هذه الأيام عن قوة الحياة التي تقاوم أكثر في الصحارى جفافا، في أكثر الصحارى جفافا، والتي تستقي ماء اللقاء والعيش معا في سلام. وقد قلت ذلك الأمس مستلهما بشجرة الحياة المذهلة الموجودة في البحرين. رواية المقدس، الكتاب المقدس التي سمعناها أيضا تذكر شجرة الحياة في وسط الجنة وفي قلب مخطط الله الرائع للإنسان، لكن الإنسان ابتعد عن الخالق وعن النظام الذي وضعه، ومن هنا نشأت المشاكل والاختلالات، والتي تتلاحق في رواية الكتاب المقدس: مخاصمات بين الأخوة وقتل واضطرابات بيئية ودمار وكبرياء وصراعات في مجتمع البشر، وباختصار طوفان الشر وموت تدفق من قلب الإنسان، ومن شرارة الخبث التي أطلقها ذلك الشر الجاثم عند باب القلب لكي يضرم النار في حديقة العالم المتناغمة. كل هذا الشر متجذر في رفضنا لله ورفضنا للأخ، في إغفال نظرنا عن خالق الحياة وعدم اعترافنا بأننا لم نعد حراسا لأخوتنا. لذلك يبقى السؤالان اللذان سمعناهما صحيحين دائما وبغض النظر عن الإيمان الذي نعترف به، يسألاني كل وجود وكل عصر: أين أنت وأين أخوك؟ أيها الأصدقاء الأعزاء وإخوتي في إبراهيم والمؤمنون بالله الواحد، إن الشرور الاجتماعية والدولية والاقتصادية والشخصية وكذلك الأزمة البيئية المأساوية التي نعانيها في هذه الأوقات والتي تأملنا هنا اليوم أن تنتهي، تأتي في نهاية المطاف من ابتعادنا عن الله وعن الآخر. لذلك فإن لدينا مهمة وحيدة وأساسية، وهي أن نساعد في إعادة اكتشاف مصادر الحياة المنسية، وأن نعيد البشرية إلى أن تستقي من الحكمة القديمة، وأن نقرب المؤمنين من جديد من عبادة إله السماء والناس الذين من أجلهم خلق الله الأرض. ولكن ما هي الطريقة لنقوم بذلك؟ لدينا وسيلتان أساسيتان هما الصلاة والأخوة. هذه هي أسلحتنا المتواضعة والفعالة. يجب أن لا نسمح بأن تجربنا وسائل أخرى وطرق مختصرة لا تليق بالله العلي. اسمه السلام، ويسيء إليه الذين يؤمنون بأساليب القوة والذين يدعمون العنف والحرب وتجار السلاح وتجار الموت، والتي تحول بيتنا المشترك إلى ترسانة كبيرة، وفي أيديهم مبالغ طائلة. فكم من المؤامرات الغامضة وكم من التناقضات المؤلمة وراء كل ذلك. لنفكر على سبيل المثال في كل الأشخاص الذين أجبروا على الهجرة من أراضيهم بسبب النزاعات التي تمول بشراء أسلحة قديمة بأسعار مخفضة
ليتم التعرف عليهم لاحقا وإيقافهم على حدود أخرى من خلال معدات عسكرية أكثر تطورا. هكذا يقتل الأمر مرتين. وأمام هذه السيناريوهات المأساوية وبينما العالم يلاحق أوهام القوة والسلطة والمال، نحن مدعوون إلى أن نتذكر بحكمة كبار السن والآباء أن الله والأقرباء يأتون قبل كل شيء آخر، وأن التعالي فوق ما هو أرضيا وما هو دنيويا والأخوة فقط يمكنهما أن ينقذنا. علينا نحن أن نستخرج ينابيع هذه الحياة، وإلا فإن صحراء البشرية ستبقى دائما قاحلة ومميتة. وفوق كل شيء علينا نحن أن نشهد بالأعمال أكثر من الأقوال. أنا نؤمن بذلك. لنا مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام الناس، وعلينا أن نكون قدوة لما نعظ به، وليس فقط في جماعاتنا وفي بيوتنا حيث أن هذا لم يعد كافيا، بل أيضا في العالم الموحد والمعولم. نحن الذين ننحدر من أبانا إبراهيم أبي الشعوب في الإيمان، لا يمكن أن نهتم فقط بأقربائنا وأتباعنا، بل نزداد اتحادا عندما نتوجه إلى الجماعة البشرية كلها التي تسكن الأرض. نحن جميعا نتساءل على الأقل في دواخلنا نفس الأسئلة الكبرى: ما هو الإنسان؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الشر والموت والظلم؟ وماذا يوجد بعد هذه الحياة؟ ومع ذلك وبالنسبة لكثيرين ممن خدرتهم المادية العملية والنزعة الاستهلاكية التي تصيب بالشلل، تبقى تلك الأسئلة نفسها في سبات، بينما يسكتها آخرون بسبب الجراح اللا إنسانية المتمثلة في الجوع والفقر. دعونا ننظر إلى الجوع والفقر الذي نراه، فمن أسباب نسياننا لذلك هو أننا نسينا ما هو الأهم، ولا يحسب إهمالنا والشك الناجم عن التزامنا بأمور أخرى بدل المنادات باسم الله الذي يعطي السلام للحياة والذي يعطي السلام للبشر. أعزائي، دعونا نسير معا في هذه الرحلة، ودعونا أن نطلب من الله أن يبارك مسعانا، ودعونا نختار المحبة والأخوة ونركز على الأطفال والنساء الذين بعد ليال قاتمة كثيرة شديدة السواد ينتظرون شروق فجر النور والسلام.